أربعة كما تقولون، فهل خرج هذا الصحابي من دائرة العدالة أم أن الله والعياذ بالله كذب في نعته بذلك؟ لكم الكلمة حج أسد. أنا كنت بارك الله فيك. أحسنت. المسألة أنا أبو عبد الملك الآن لك علي الآن أقدمك. أخوان الكرام شوفوا المسألة مع أنها واضحة بينة يعني الكلام اللي يقوله الأخ المفضل المحترم كلام يخالف القرآن، كلام يخالف القرآن، وأنا لا أعرف لماذا يكابر. لكن دعني أسأل نفس السؤال لأخي وعزيزي أبو عبد الملك. أبو عبد الملك سؤالي متى يرتفع الرضا عن الصحابي إذا فعل أي فعل من الأفعال، يعني بأي فعل يصدر منه يرتفع هذا الرضا؟ ما هو الفعل الذي إذا فعله الصحابي ارتفع الرضا عنه؟ تفضل. أنا أجاوبك حاج أسد. حجينا أول شيء. لا اسمح لي، من عيني لك هذه العين وهذه العين، بس خلي أبو عبد الملك، لأن أبو عبد الملك مهضوم. أبو عبد الملك ما جاء يعطى المجال، وما دام الآن القيادة بإيدي، وحجي وعد ما موجود، فخليني أخذ راحتي. تفضل أبو عبد الملك. ولكن أتمنى أن لا يقاطعني أحد، ممكن؟ تفضل. أنا أقول وبالله التوفيق، الناس كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا، فمنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به لا ظاهرا ولا باطنا، فذلكم المشرك أو الكافر، ومنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ظاهرا وكفر به باطنا، وذلكم المنافق، ومنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ظاهرا وباطنا لكنه ارتد عن الإسلام قبل موته فمات كافرا مرتدا، وذلكم المرتد. والصحابي عند أهل السنة والجماعة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهذا هو الصحابي. والصحابي عندنا، وأنت يا حاج أسد كررت أكثر من مرة في أكثر من حلقة، قلت وزعمت كذبا وزورا أن الصحابي خارج نطاق التكليف. أذكر لي أن الصحابية شوف أن حرف مشبه بالفعل أو في الصحابي، أن الصحابية أكمل. قلت لك لا تقاطعني، أتمنى ألا تقاطعني. تصحيح بس تصحيح اللغة لا أكثر ولا أقل. تفضل. أنا سوف أرد على كل كلمة قلتها. لا تشتت الموضوع، خليك في النقطة الواحدة. ماذا افتريت عليكم؟ ماذا قلت؟ ماذا كذبت؟ تفضل بين للناس. أنت قلت والحلقة مسجلة، قلت أن الصحابي خارج الصحابي. شنو قضيتك يا الصحابي؟ أن الصحابية مين يتكلم؟ خليني أوضح. عربي ما تعرف، عربي ما تعرف أن الصحابية. أقول نحن عندنا في الإسلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، ولم يقل أحد من أهل السنة، لا من علماء السنة ولا من عوام السنة، أن أبو بكر الصديق معصوم. أن أبو بكر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى أحد من الصحابة رؤيا فقال له النبي، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعبر هذه الرؤيا؟ فقال له النبي: نعم. فعبرها وفسر الرؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني تعبير الرؤيا. أبو بكر الصديق بلا منازع اتفق أهل السنة حتى من أولهم إلى آخرهم أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، لكن لم يقل أحد منهم أنه معصوم. ثم أنت ذكرت الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى لا تفرع الموضوع، اسمعني، أنا أطالبك الآن أمام الناس بثلاثة أخطاء، أصبر لي، ثلاثة أخطاء، اسمعني، ثلاثة أخطاء صدرت من ما جالس أشتمك يا نور عيني يا قلبي، اسمعني حتى الناس تستفيد.
أطالبك بثلاثة أخطاء قام بها الخليفة الأول. تفضل أذكر لي ثلاثة أخطاء غير معصوم. تفضل. طيب أنا أقول لك دعني أرد على كلامك. أولا حتى أبين. شوف إحنا ما نمرر الكلام ما يمشي. شغلنا شنو هنا على قولة حجي وعد الله يذكره بالخير. حجي وعد الله يذكره بالخير يقول إحنا شغلنا نفكك العبارة. فهسا أنا أطالبك أنت مو تقول مش معصوم على العين وعلى الرأس. أطالبك أمام الناس تذكر لي ثلاثة أخطاء صدرت من الخليفة أبي بكر خلال هذه المدة التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ثلاثة بس. الله سبحانه وتعالى لم يطالبني لا في الدنيا ولا في الآخرة أن أنت تعرف. أنت تعرف ثلاثة أخطاء أنت في ذهنيتك وفي مطالعاتك. هل تعرف هل مر عليك مجموعة من الأخطاء ثلاثة أخطاء تعرف ثلاثة أخطاء من أبي بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أبو بكر الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وين سؤالي؟ أنا جالس أسألك يا رجل الآن. أنت لو تسألني الآن أنا لو تسألني تقول لي أعطيني ثلاثة أخطاء لفلان أعطيك إذا أي واحد أعطيك إن شاء الله. فتفضل أعطيني ثلاثة أخطاء للخليفة. حجي أسد اسأله ما هي أخطاء النبي أبو عبد الملك. النبي كم عنده أخطاء؟ اي والله لحظه خلينا نشوف اول شيء ثلاثه اخطاء من الخليفه الاول عندك. تخليني اتكلم. تفضل تكلم. انا جاي اطالبك تتكلم وتعطيني الاخطاء. حجي اسد الله يحفظك. حجي اسد بس لحظه حجي الله يحفظك ابو جعفر الله يرضى عليك الله يسلمك بس صبري عليه شوي بارك الله فيك. تفضل خليني اتكلم. انت ذكرت كما في كل ليله تطرحون جمله من الاكاذيب والأمور التي لا أصل لها لا في الكتاب والسنة، يعني مجرد أكاذيب وزور من القول. ثم هل الله سألك عن أخطاء النبي؟ لحظة أبو عبد الملك أنت تلومني. أنت تتهم حجي وعد وتقول حجي وعد ما تعطيني مجال وتشكل بي حجي. الآن أنا هو شلون أعطيك مجال؟ أنا جالس أسألك سؤال محدد. قل لا أعلم، قل نعم، واحد اثنين ثلاثة. أما أنت تجي بقولتنا تغيب سؤالي وتلغيني كأنه ما موجود. هذا ما يصير. هذا ليس من الاحترام، ليس من الأدب، ليس من العلم. فيا أبا عبد الملك للمرة الأخيرة أطلب منك لو تكرمت وتفضلت وتجملت أعطيني ثلاثة أخطاء للخليفة الأول عندك لو ما عندك. طيب ممكن أتكلم؟ اتكلم يا رجل. انا اريدك تتكلم بس اتكلم في الموضوع. طيب انا اتكلم الموضوع. انا بصراحه بكل وضوح اجبتك ان كنت تعقل. قلت لك ابو بكر ليس معصوما. معنى ليس معصوما يعني انه يخطئ. انا اريد ما صار اخطاء، يعني ما دونتوا اخطاء لابي بكر؟ ما علماءك ما دونوا اخطاء؟ لا كله لا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام له أخطاء. لحظة الآن لا. تقول لي لا ما دونت أخطاء، صح كلامي؟ أنت تقول لم ندون أخطاء لأبي بكر، صح؟ نعم. أنتم لم تدونوا أخطاء لأبي بكر؟ دونوا أخطاء النبي سيدنا. لا يا أم جعفر الله يرضى عليه، شوية صبر عليه رحمة الله والديك. هل دونتم أخطاء لأبي بكر؟ أنا مو في، شوف أنا في صدد البحث العلمي، أنا ما أبحث عن انتقاص شخص أو كذا. انت لا تتصور انا اتكلم بنفس طائفي، هاي ابعدها عن بالك. هل دونتم اخطاء للخليفه الاول في كتبكم؟ يعني عندكم في الكتب ان الخليفه الاول اخطا في هذا وهذا وهذا دونتم؟ انا حاليا في الوقت الحالي لا يحضرني لانه لا يوجد. لانه لا يوجد. انا اقول لك اسمعني لا يجرى احد. اسمعني انا اعرف ابو عبد الملك، أنا صار لي 25 سنة غاطس بالكتب ذني، يعني أنت لا تصور تتكلم ويا واحد. فأنا أدعى أكلمك عن الشيعة بفضل الله. هو ما تحضره شيخنا أنت. أنا أعرف هو ما تحضره. لا شيخنا أنت لا تظلمه، هو ما تحضره، هو اللي تحضره بس أخطاء النبي. النبي هو أنا بدي أسأل هذا السؤال الثاني. كم خطأ دونتم لرسول الله صلى الله عليه واله؟ ايوه هذا اللي حضرنا. النبي يضرب بي خطأ يضرب. بس هسه يحضرنا لو ما يحضرنا؟ ايه
جاوبني الآن. المستبصرة أم ناصر، أم ناصر سألت هذا السؤال لأن هو الآن ما يحضره، أبو بكر ما يحضره، لكن أم ناصر، أم ناصر الله يحفظها ويسلمها، شلون هي ما هي ما أنا ماشي بنفس الطريقة، يعني أنا وأم ناصر نفس الفكرة، بس هي مستعجلة على هاي القضية. أنا أول شيء الآن قررت أمامكم وأمام المجتمع وأمام الناس أنهم أهلا وسهلا أشرفت وأنورت. الله يبارك فيكم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. روحيتك تختلف. طيب هناك يختلف هذا. تعطيني مجال الآن. اسمع أبو عبد الملك، أنت الأسمع خلنا أقول لك إياها. شيخنا 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 راح ترجع ويا ويا أبا. يا لحظة أبو أديب، الله يرحم والديكم طول. بس لحظة يعني دقيقة، بس دقيقة لأني أريد أسأل سيد ميسر. إي بس دقيقة دقيقة وأرجع لك. دقيقة طلبتك 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 دقيقة دقيقة. تفضل من تركيا.